السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ مرحبا بكم عندي في القناة. بغيت نشارككم هذه اللحظة اللي أصعب لحظة في لي فاكونسي، هذه هي لحظة الفراق ديال لا فامي وديال الأحباب والأصحاب والبلاد، وهذا الجو الزوين وهذه البلاد ديال الخيرات. فريمون هي صعيبة صعيبة بزاف. ما شاركتكمش معايا وأنا كنجمع المشتريات ديالي من هنا من المغرب، واللي فرحانة بيهم، واللي كنت خايل راسي راه كنفرشهم وكنحطهم وكنفرح. جمعت هادشي، خديت بزاف الحوايج زوينين، بزاف الحوايج كيفرحوا. عندي 10 لي ساك ديال 23 كيلو، عندي 5 لي ساك ديال 10 كيلو، عندي واحد الامانات اللي غادي نوصلها لصحاباتي. طلعت غدا ليهم بالامانه ديالهم، حتى هما يفرحوا. هادشي باش زوين، انت كتكوني غدا فرحانه وغدا معاك بشي حوايج، وتا صحاباتك تما كيتسناو شي حاجه اللي زوينه غدا تعطيها ليهم. المهم بغيت نشارككم البدايه ديال انني غدا نبدا نوجد انني غدا نمشي غدا ان شاء الله. هذا فيديو باش نوريكم انني صافي امباريت وجمعت كيف ما كتشوفوا. نتلاقاو لهيه ان شاء الله في كندا، ونوريكم شنو خديت وشنو شريت، داكشي غزال داكشي زوين بصراحه. المهم هادي هي اللحظه اللي بغيت نشاركها معكم، ونوريكم لي زيطاب اللي جايين من بعد. يلا دابا هادي نكمل لكم ليطاب الثانيه. وصلنا دابا المطار، دفعنا الباكاج، الحمد لله داز برباط الوالدين، الحمد لله كلشي فايت 24، من الحمد لله دعوات الوالدين الحمد لله وقفات. دابا حنا في المطار كنستناو فريمون. فراق صعيب 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 بزاف. الحمد لله الله غالب، الحمد لله ربي اللي دار هاد الواتساب ودار الميسنجر اللي غادي نتواصلوا مع العائلة ومع الأحباب وسمعوا صوتهم ونشوفوهم. السلام عليكم البنات، دابا احنا في ثوازيام ايطاب، دابا احنا في الطائرة، علامات من الطائرة كيف ما كيقولوا. ان شاء الله يا ربي نوصلوا على خير. ايوا اش نقول لكم، احساس احساس ما كيتقالش، خايب خايب بزاف انك تفرقي الاهل والاصحاب والاحباب ولا فامي، زعما فريمون سي ديفيسيل. مي طول عمرنا ان شاء الله، هذا مكان فريمون الهضره قادت بالنسبه ليا. يلا خليتكم على خير. ايوا البنات، دابا اون بريسك اريفي، ما بقالناش بزاف. دابا وصلنا للمطار البنات، الباجاج الحمد لله كلشي مزيان، كلشي وصلني، حتى حاجه ما مضره، كلشي هو هذاك، اللهم لك الحمد. يعني الامانه توصل لصحابها. هنا خرجنا شفنا لقينا الثلج والبرد، لا علاقه بالجو اللي خلينا بشميشه والحال والخضوره اللي كاينه في المغرب. بغيتكم تشاركوني الخيب والزوين في جميع المراحل ديال هاد السفر. ايوا هادي العيشه في كندا بحال هكا غدا تكون ديما، هاد كنعيشوها 6 موا. دابا حنا في طريقنا الى المنزل، لقيت صحباتي مجموعين دايرين لي سوبريز، دايرين هاد العشيوه، كنشكرهم من هاد المنبر وهاد الشيء متداول بيناتنا، كنهونوا على بعضياتنا الفراق. قالوا لي لقيت خليتي الدار عامره تما ما تجيش هنا وتلقايها خاويه. الحمد لله لقيتهم مجموعين هما وليداتهم، كنشكرهم الله يجازيهم بخير. هونوا علينا شويه، ضحكنا شويه، جمعنا شويه، الله يجازيهم بخير على هاد العشيه اللي داروا لنا.
وغدا ان شاء الله غدا نبدا نحل لي فاليز ونشاركهم معايا المشتريات اللي خديت وداكشي اللي فرحانه بيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادو هما لي فاليز جمعتهم هنايا كاملين، نبدا ناخد حاجه بحاجه صاك بصاك ونحطو كل شيء نحطه في الصالون ابخي باش كل حاجه نبدا نهزها نديها لبلاصتها. المهم نخوي هاد الشيء باش ما يبقاوش هاد الشيء شارجي بزاف في السكن محطوطين. هنا البنات شوفوا معنا الثلج والبرد، الجو قري كيف ما كيقولوا سي كندا، لا علاقه بالصيف ديالها، الصيف ديالها كيكون زوين حسن، كل حاجه زوين فيها الزوين وفيها الخيب. هنا شديت لي فاليز كاملين وخويتهم وفرقت كل حاجه حطيتها، كل حاجه حطيتها في بلاصتها، حطيتها عباش نبدا نهز ونحط في بلاصتها، نبدا نغونجي كل حاجه تمشي لبلاصتها. هذه هي اللي لقيت عندي الغطا ديال هاد الطبيقه، هي اللي لقيتها مهرسه، وشي الاخر كلشي الحمد لله تريه كيف ما كتشوفوا مزيان. كلشي لقيتو هذاك الحمد لله حتى حاجه ما مهرسه، صوف هذيك الطبيقه اللي الايد ديالها الغطا ديالها تهرس ليا، مي سي با غاف الحمد لله على كل حال. هنا هادو كنقلب الكيسان من الداخل واش مهرسه شي حاجه، الحمد لله هادو كيسان ديال اتاي، هذا جاني كادو كيسان ديال اتاي من عند خت مرت لوسي، شكرا ليها، الله يدير بحساب كل شيء اللي دار بحسابنا. هذه واحد الصوانيه ديال المبيخره الحمد لله ما مهرساش. هذه هي الطبقه اللي قلت لكم ترست لي الغلاقه ديالها. هادو طبقة غزالين ديال الزيت والزيتون وزبيدة عسيلة بحال هكا باش عرفو المغرب ديما العدو الجديد ديما. هادو بطيطات فيهم المعلقات وفيهم لي فورشيط غزال، شفتو مع عند مرت لوسي عجبوني، زعما ضرب عمر فيه ما يتشاف وفيه ما يتخاد، تخصع الفلوس. هادو الطبقات اللي خديت هادوك كيف ما كنقولو العماير ثلاثة، وما هادو الحمد لله ما تهرسوش ليا. الحمد لله طاجيني وقصريتي وصلوا على خير ميم سي كانوا في الباجاج ديال 23. هادو لي كادو ديال الناس والامانه ديال الناس، عباش كل حاجه غدا نبدا نسيباريها. هادو طليمطاتي اللي خديت للصالون، خديت جوج دورات في البلوغوا في الكرونه، هادو نورمالمون اللي مفرشه هو هاد اللون، وانا خديت هاد الغوج وهاد البلوغوا وهاد المخدات دايرهم دو فاس، انا خدم بيهم فاس على حساب الكورونا وفاس على حساب البلوغوا. هذه الفكره ديال صحباتي هما اللي اقترحوا عليا جروب ديال اميغوس، نورمالمون كنت غندير انا الحيف، قالوا لي غادي يطلعوا لك بالثمن اكثر من طلامط سميو طلامط يتصبنوا وما كيبقاوش يزلقوا في الجلسه. هذاك الشيء اللي درت سي فغي بصح طلعوا لي رخاص وفكره احسن، يعني طليمطات احسن. وهادو طليمطات ديال البيت الصغير درتهم في هذا اللوين، هذا شويه صيفي ومبهج. المهم هاد العام شبعت طلامط الحمد لله. هادو بليغات الاصدقاء ديال راجلي دي كنديان عزيز لهم داكشي تراديسيونيل ديال المغرب. هادو هذا كادو توا، هادو هما الطبقات اللي قلت لكم كيجيو بثلاثة على هذا الشكل. هادو حويجات اللي خدينا لينا، وهادو جابا دورات صايبتهم عمت ولادي ليهم، و سيرفيطات هي من كانوا لي زونفون باقا بيبيات حتى دابا هي اللي مختصه بالسيرفيطات هي اللي كتشريهم ليهم كل عام. ولادي دار سلطان عندي في الصالون، مي المغرب زوين بصراحه والله لا زوين وحق الله زوين، زعما فريمون بردت غدايدي وتقديت كاع هادشي اللي عندنا حنا هنا بالغلا وبالثمن، وماشي شي حاجه اللي تعجبك
تما ثمن مناسب، هذاك الشيء اخر ما كاين اي حاجه. زعما المغرب فريمون فايتنا بزاف، اخر ما كاين فايت بزاف البلدان. اتمنى يعجبكم الفيديو البنات، ابونيفو، عملوا لايك، خليوا لي كومونتير.